بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان les lettres X, Y, Z. X ماجيسكيل، X ماجيسكيل، X مينيسكيل، Y ماجيسكيل، Y majuscule, Y minuscule. Z majuscule. Z majuscule Z minuscule. إذا X, Y, Z هذه الأشكال خاصة بالطباعة. X majuscule, X minuscule, Y majuscule, Y minuscule, Z majuscule, Z minuscule. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.